مساء الخير، أنا بس عايز أعرف الصوت واصل ولا مش سامعني؟ يا ريت لو صوتي واصل يا ريت تقولوا لي، حد يكتب في الكومنتات. أنا مستني كومنت، يعني يا ريت لو حد يكتب الصوت واصل ولا لأ. يا جماعة حد يكتب، يبقى انتوا مش سامعيني ولا ايه؟ اوكي طيب، الصوت تمام. طيب اهلا وسهلا بيكم، والحقيقة بقالي مدة ما طلعتش لايف، بقالي مدة طويلة يمكن من ايام رمضان ومن قبل رمضان باسبوعين كده ما كنتش بطلع لايف، بس اهو اديني موجود تاني ان شاء الله معاكم. و حبيت ان انا اتكلم علشان ناس كتير كانت بتسألني على الصور اللي انا حطيتها والفيديو اللي حطيته على موضوع الكاستم ميد هيلينج ابارتمنت. الحقيقة ان انا اتكلمت على الموضوع ده كتير قبل كده في اللكتشرز، بس يمكن ما كانتش بتبقى علشان هي في وسط الشرح او في وسط توبيك كبير، فيمكن ما كنتش بركز عليه قوي. ولكن حبيت النهارده ان انا يعني والله انا كمان مفتقدكم، يعني مرسي على الكومنتات الجميله، وانا كمان مفتقد اونلاين، معلش مش عارف اطلع بصورتي النهارده كده، الظروف مش مواتيه. فمهم يعني حبيت بقى ان انا افصل موضوع الكاستم ميد هيلينج ابارتمنت ده علشان اتكلم عليه، لان هو ما خدش حقه كويس معانا زمان من الشرح والكلام ده، فحبيت ان انا اوضحه كويس. فعشان كده قررت ان انا اعمل الشورت لكتشر اللي انا معاكم فيها دي علشان نشوف مع بعض ايه الحكايه وايه فكره الكاستم ميد هيلينج ابارتمنت، وهي هتفرق معانا في ايه وهتريحنا ازاي بعد كده في الشغل. اللي انتوا شايفينه في الصوره دي هي دي الكاستم ميد هيلينج ابارتمنت، هي دي. طب انا بعملها ازاي وايه فكرتها؟ او برضو اللي انتوا شايفينها في الصورة دي على كبير قوي، بصوا هي معمولة عبارة عن ايه؟ عبارة عن كومبوزيت محطوط على ابارتمنت عادية، ممكن تعملها على ابارتمنت عادية، ممكن تعملها على تاي بيز، ممكن تعملها على حاجات كتير قوي. الفكرة في ايه؟ خليني ابدأ معاكم من الاول واقول ان الاوسيو انتجريشن ما كانتش هي البارامتر الوحيد، او ما بقتش البارامتر الوحيد اللي انا اقدر احكم على الشغل بتاعي، او اقدر احكم على نجاح الزرعه بتاعتي من الاوسيو انتجريشن. لا، انا محتاج حاجات كتير جدا علشان احكم على اقول الزرعه هي ناجحه ولا مش ناجحه. طبعا من ضمنهم الاوسيو انتجريشن، ولكن ده مش الاساس. الاوسيو انتجريشن لا، في حاجات تانية، واساسنا او كلامنا كله بيبقى على السوفت تيشو. الحقيقه ان موضوع السوفت تيشو مانجمنت ده موضوع مهم جدا، وكل واحد يقول لك يلا هات كونكتيف تيشو جرافت حطه وبتاع. انا اتكلمت كتير قوي ومحاضره عدتها كتير قوي ان في طرق تانية غير موضوع الكونكتيف تيشو جرافت، وفي طرق اسهل كتير قوي نتعامل معاها. لكن انا النهارده هتكلم بس على موضوع سبيسيفيك، اللي هو ازاي اظبط او اعمل ريشيبنج للسوفت تيشو علشان اعمل حاجه اسمها جود ايمرجنس بروفايل. ايه موضوع الايمرجنس بروفايل ده؟ هو الايمرجنس بروفايل هو الكونتور بتاع السنه while emerging from the gingiva، اللي هو عباره عن انك انت بتشكل السوفت تيشو وبتشكل الجينجفا. اهو انا بشكل السوفت تيشو بس عشان يعني بشكل الجينجفا وبشكل الكراون. الكراون ده شغل معمل، لكن السوفت تيشو ده الشغل بتاعك انت. من الحاجات المهمه قوي علشان اعمل emergence بروفايل حلو ان انا اركب ما يسمى بالهيلينج ابارتمنت. اللي احنا شايفينها دي قدامنا دي اسمها هيلينج ابارتمنت. الهيلينج ابارتمنت دي بتتركب في السكند ستيج غالبا، وفي ناس بيركبوها على طول immediately after implant placement، ولكن بتتركب في السكند ستيج سيرجري بعد ما انت بتخلع، بعد ما انت حصل لك اوسيو انتجريشن وعايز تاخد الامبريشن، فانت عايز بس ايه تفتح فوق الامبلانت وتشكل السوفت تيشو. في ناس ثانيه بتركبها during the surgery او day of the surgery، وده طبعا له كلام كبير جدا، يعني له دوشه كتير قوي. ليه وازاي؟ مش مجالنا النهارده. علشان الفكره كلها ان انا اشكل السوفت تيشو عشان يبقى ده شكله،
هو ده جزء من الامرجنس بروفايل، هو جزء تشكيل السوفت تيشو وجزء الكراون اللي شكله يكون حلو. كل من دول، كل واحد من دول له كلام كبير جدا نتكلم فيه، بس انا النهارده عايز اتكلم على دور الهيلينج اباتمنت علشان اشكل السوفت تيشو بالشكل اللي انتم شايفينه هنا. مش اكتر من هيلينج اباتمنت هي اللي ادتني الشكل الجميل بتاع الامرجنس بروفايل اللي انا شايفه ده. طيب ده كلام حلو قوي. بنستخدم ايه؟ بنستخدم ستاندرد هيلينج اباتمنت. ستاندرد هيلينج اباتمنت دي بتبقى راوند، بتبقى شكلها دايفرجنت، دي اكسبتبل قوي للبوستيريور ريستوريشن، لكن هي مش اكسبتبل في الاستاتيك زون. ليه؟ ايه السبب؟ احنا شايفين اهو احنا عندنا كذا نوع من اشكال هيلينج اباتمنت، يعني الشركات بتعمل لك اشكال كتير من هيلينج اباتمنت، بتعمل لك راوند، بتعمل لك دايفرجنت، اهو هشوف اشكال من الهيلينج اباتمنت. بس كل شركه بيبقى عندها كام شكل؟ 3 أشكال، 4 أشكال، 5 أشكال، 10 أشكال. أوكي جميل جدا، كل شركة عندها عدد كبير من الأشكال لا يزيدوا عن 10-15 شكل. طب هي وظيفة الهيلينج أباتمنت إيه؟ reshaping of soft tissue علشان تحط restoration، علشان تظبط الإمرجنس بروفايل. هو 10 ولا 15 شكل هيلينج أباتمنت دول كافيين علشان أنا أشكل سنان الناس كلها؟ يعني إيه؟ يعني soft tissue بتاع أحمد غير السوفت تيشو بتاع محمد، شكل انا بتكلم على الشكل، غير السوفت تيشو بتاع محمود، غير السوفت تيشو بتاع ساوسن، غير السوفت تيشو بتاع عديله، بتاع فتكات، بتاع كل واحد له شكل السوفت تيشو مختلف. طب انت عايز تريشيب السوفت تيشو بتاع كل الناس بالشكل ده؟ ما ينفعش. تريشيب السوفت تيشو بتاع كل الناس بالشكل ده؟ ما ينفعش، بالذات في الاستاتيك زون. في الاستاتيك زون انت عايز تريشيب السوفت تيشو بشكل حلو. ما احنا النهارده بقى بنتكلم على الاستاتكس والعيانين فاهمين يعني ايه استاتكس ويعني ايه بابيلا والكلام ده كله. مش هتعرف تضحك على عيان، العيان جاي فاهم، وانت محتاج تقدم سيرفيس حلو، عايز صورتين حلوين عشان تحطهم على الفيسبوك والناس تقول لك واو انت جبار حلو. طيب جميل قوي، الكلام ده مش نافع معايا بالكاستم بالهيلينج اباتمنتس العاديه دي. ده طبعا كمان في شركات على فكره تبارت، زي طبعا شركه نوبل بايوكير دي البايونير في موضوع الهيلينج اباتمنت. نوبل بايوكير بقى عملت لنا هيلينج اباتمنت جباره، يعني هو بص لاعبين في الامرجنس بروفايل بتاع الهيلينج اباتمنت بشكل كونكيف كده لطيف وبتاع، عاملين شغل حلو جدا. بس اتس نوت انف، كل ده برده نوت انف. لا انا محتاج، انا محتاج هيلينج اباتمنت لكل حاله، لكل سن، مش بس كل عيان، ده لكل سن. يعني انت تتصور ان الهيلينج اباتمنت بتاعت الابر سنترال تمشي على اللاترال، تمشي على الكناين، تمشي على البريمور؟ لا لا ما ينفعش الكلام ده. طب امال انا هعمل ايه؟ في نقطه تانية قبل ما اقول لك هتعمل ايه. هو الهيلينج اباتمنت دي احنا كلنا عندنا اعتقاد او مش اعتقاد او تصور او بلاش تصور، وي used تو ان احنا نستخدم الهيلينج اباتمنت several times، مره، مرتين، 3، 10، 20، 100، ربنا يكتر من حالتنا وهي هيلينج اباتمنت واحده ولا 2 ولا 5 بتشتغل بيهم. هو الكلام ده ينفع ولا لا؟ وانا بحضر لكم في الجزء ده من اللكتشر وقعت على استدي حلوه قوي نشرتها شركه نوبل بايوكير، اتنشرت في يناير 2016، يعني فيري ريسنت الحقيقه، وكانت عجيبه جدا. يعني انا استهواني العنوان بتاع الستدي، بيقول لك why you should not reuse healing apartment. الله، في يا جماعه ده احنا بنستهلك الهيلينج ابارتمنت وبنشتغل بالهيلينج ابارتمنت بالسنين. الناس اللي بتشتغل امبلانس هيقولوا لي اه ده اللي احنا بنعمله. مين يعني بيستهلك او بيستخدم one healing apartment بس للعيان ويرميها بعد العيان؟ عيني في عينكم كده، ما حدش بيعملها. أنا الحقيقة قريت العنوان قلت لا لا أنا عايز أقرأ الموضوع ده. الله، يعني هو ما ينفعش إن احنا نستخدم الهيلينج أباتمنت. قالوا في الأرتيكل، أرتيكل كبير شوية، فطبعا نوبل بايوكير دي أعظم شركة إمبلانتس في العالم يعني. فأكوردنج للجايد لاينز بتاعتهم قالوا حاجة صادمة جدا، إن الهيلينج أباتمنت شود بي يوزد وانس. يا نهار أبيض، هم قال لك في 5 بوينتس مهمة لازم تكون عارفها. No matter the method used، مش مهم انت هتعقمها بايه، ستيم، كيميكال، اوتوكلاف، الترا فايولت لايت، ايثيلين اوكسايد، ستيريلايزيشن، مش هتقدر ترجعها زي ما كانت في الاول.
طب يا عم يعني ايه مش هرجعها؟ هي بدل ما هي مدوره هتبقى مربعه مثلا بعد ما العيان يحطها في بقه، ايه الكلام ده؟ قال لك لا استنى انا هشرح لك بقى ايه الموضوع. هشرح لك ايه؟ هشرح لك why you should not reuse a healing abutment. انا بقول لكم اتصدمت من الكلام ده. حاطين هنا صورتين، الصوره اللي على الشمال دي healing abutment اتحطت في بق عيان واتحطت في التراسونيك كلينر اللي هو اصلا مش موجود في عيادات ناس كتير مننا لمدة 10 دقائق، مدة كافية جدا مع المحاليل او مع السوائل اللي هي بتاعت الكليننج، واتعمل لها اوتوكلافينج. ولكن بعد الكليننج والاوتوكلافينج ستيرلايزيشن مش بوسيبل لان ستيل لسه فيها، شوف دبرز تقارن بينها وما بين اللي هي الهيلينج اباتمنت الجديدة. بص يا نهار ابيض في دبرز. واحد هيقول لي انا هجيب فرشة سلك وخلي البنت تمسحها بيها، هرد عليك دلوقتي واقول لك حاجة تانية. بس ناخد بالنا معلش من الصوره تاني، لحظه واحده كده، شوف الفرق. عمرك ما هتقدر تنظفها 100% حتى لما اتحطت في الالتراسونيك باث فور 10 مينتس. انا عندي التراسونيك باث مخصوص للبارتس بتاعت الامبلانتس. قال لك حتى ده مش كفايه او مش هينظفها لك 100%، فما عندكش 100% ستيرلايزيشن. ايه يا عم الكلام الكبير ده؟ طب البوينت نمبر 2 قال لك ايه؟ بص بقى السكرو ثريدز هي كمان ممكن يبقى فيها بكتيريا وبايوفيلم موجود حتى بعد ما تتشال. يا نهار ابيض. مش كده بس، بيقول لك ان كتر الربط والفك بتاع الهيلينج اباتمنت بيأثر بايوميكانيكالي على البرفورمانس بتاع الهيلينج اباتمنت. وبيقول لك برضو ان الستيرلايزيشن والستيم اوتوكلاف وكيميكال اوتوكلاف لايرز والاثيلين اوكسايد ممكن تاثر على الكومبوزيشن بتاع التيتانيوم سيرفيس ونيجاتيفلي افكتنج سيلز. واحد هيقول لي يا عم احنا مالنا التيتانيوم ده يهمني في الاوسيو انتجريشن تحت في البون؟ لا، ما حضرتك ما تعرفش ان في حاجه اسمها سوفت تيشو انتجريشن ما بين التيتانيوم وما بين السوفت تيشو بهيميديزموزومز، وكل ما انت تربط وتفك حاجات الهيميديزموزومال كونكشن دي بتبوظها، فما بيبقاش في كونكشن. فالهيلينج اباتمنت انت لما ما يبقاش فيه الكونكشن دي مش هتدي لك الشكل الحلو اللي انت بتدور عليه، مش هتدي لك البروتكشن في الفتره الاولى اجينست البكتيريا والفود دابرز. طب قالوا لنا ايه؟ صدمونا بايه كمان الجماعه بتوع نوبل بايوكير؟ قال لك خلي بالك من حاجه تانية. اولا بص القاذورات اللي جوه او الدابرز اللي موجوده في اللفت بارت، شايف الدابرز جوه فين؟ جوه المكان اللي بتربط منه السكرو درايفر. قال لك ان انت مش هتعرف تنظفه كويس قوي، وحتى لو حاولت تنظفه فيزيكالي اصل ده مش هينضف معاك باي التراسونيك كلينر عادي، ولا هينضف معاك لا ده لازم بقى تمسك انت بروب او تمسك حاجه تقعد تعمل سكراتشنج وتنظف من جوه. لما مره ورا الثانيه ورا الثالثه ريبيتد يوز، لما مره ورا الثانيه هتبوظها. وحتى السكرو درايفر اللي بتستخدمه، اصل الشركات مش عامله الهيلينج اباتمنت دي من ماتيريال فيري سترونج، دي عاملاها فعلا عشان سنجل يوز. فانت مره واثنين وثلاثه واربعه لما تستخدم سكرو درايفر في الفك والربط هيخليها بقت مدوره كده، يمكن تربطها وما تعرفش تفكها، ومش هتعرف تنظف كويس قوي اللي جوه دول. ايه يا عم العقد دي؟ نمره 5، هم قالوا لنا في 5 بوينتس. بيقول لك انك انت لما تنظف الاباتمنت اهي، واحد يقول لي ايه يا عم انت مش بتتنظف في الالتراسونيك كلينر، ده الهيلينج اباتمنت يعني اهي الجراي الفاتح، هي مش بتتنظف في الالتراسونيك كلينر، خلاص انا هنظفها بفرشه، هجيب فرشه سلك وانظفها. لما هنا انت تنظفها فانت هتعمل ابريجن، هتبوظ ممكن الحتت الشارب اللي فيها، هتبوظ الاباتمنت امبلانت كونكشن اللي هي الحته دي وانت داخل هتبوظها. فلما تبوظ جوه الامبلانت شخصيا بوظت الكونكشن ما بين الاباتمنت بقى الفيوتشر اباتمنت والامبلانت، هيحصل ايه؟ هيحصل ميتال كونتامينيشن. الكلام ده انا مش جايبه من عندي، الكلام الصادم ده قايلينه الجماعه بتوع نوبل بايوكير. عشان كده في شركات، انا عرفت الحقيقه الهدف من ان الشركات بتجيب لك جوه الباكج هيلينج اباتمنت، لان هو المفروض يبقى سنجل يوز. يعني عشان كده بتلاقي في بعض الشركات بتحط لك هيلينج اباتمنت فري جوه الباكج بتاعها،
ليه؟ علشان الكلام ده، عشان ما تجيش سيادتك تستخدم الهيلينج اباتمنت مره واثنين وثلاثه واربعه، وكان الكونكلوجن بتاع الريسيرش ده in order to provide patients with the greatest chance of soft tissue attachment, minimize inflammation and the prevention of possible recession, and to give the bone healthy start, always use a clean new healing abutment. New, حط كلمة new دي تحتها 100 خط. طيب يبقى أنا كده اتكلمت النهاردة على مشكلتين ولسه عايز أحلها لكم بقى، أقول لكم حلها هيبقى إزاي. المشكلة الأولى إن ما أقدرش، المفروض ما استخدمش الهيلينج أباتمنت أكتر من مرة واحدة. المشكلة التانية إن الشكل أو الشيب بتاع الهيلينج أباتمنت ده مش مريح، مش هو ده اللي أنا عايزه، أنا عايز ألعب بقى في السوفت تيشو. طيب كنا بنعمل إيه زمان؟ كنا بنركب تمبري كراون بدل الهيلينج أباتمنت، تركب تمبري كراون يعني بدل ما تحط هيلينج أباتمنت بتركب تمبري كراون، فالتمبري كراون السوفت تيشو هيحصل له ريشيبنج حواليه بنفس الشكل بتاع التمبري كراون اللي هو شبه بالظبط الفاينل ريستوريشن، فتدي لك شكل حلو. بس تمبري كراون لوحده is not enough. You need انك انت تعمل شويه، تزود شويه فلو بالكومبوزيت كده علشان تظبط او تو ريشيب الشكل بتاعك. يعني انا عايز اشوف كده في حاله اهي، انا في حاله هوريها لكم. شوف هنا هيلينج ابارتمنت بشيلها واحط تمبري كراون وتمبري ابارتمنت انا اسف، وفوقيها بعمل تمبري كراون، وفوق التمبري كراون وللاسف صور، بقيت صور الحاله مش موجوده للاسف. Anyway احنا خليني انا هشرح لكم حاجه من غير صور، كنت مش عارف ليه صورها مش موجوده. Anyway كنت دايما باجي على التمبري كراون ده واعمل اديشن في الحته اللي تحت دي، ابدا احط فلو بالكومبوزيت علشان ايه؟ علشان اريشيب، اصل التمبري كراون ده شكله مش حلو قوي، فابدا انا احط شويه فلو بالكومبوزيت عشان اشكل الحته السيرفايكل منه. بس انا كنت بحط الفلو بالكومبوزيت عشوائي من غير اي باترن مظبوط. ففكرت في فكرة، الكلام ده هتلاقوه يعني موجود من مدة طويلة. فكرت في فكرة ان انا اعمل حاجة كده، انا بحب اوي اشتغل على برامج الـ 3D، فعملت الشكل اللي انتوا شايفينه. الشكل اللي انتوا شايفينه ده على برنامج من برامج 3D، طبعا كمان كان معايا دكتور من التيم وورك بتوع الجمعية، دكتور محمد نوار، ساعدني جدا في الشغل ده. فالفكره كلها ايه بالظبط كده؟ اللي انتوا شايفينه محفور جوه البلوك ده السيرفايكال اريا بتاعه كل سنه بالظبط بالميجرمنتس. احنا خدنا كذا لايبرري وخدنا المتوسط ما بين احجام الاسنان وعملنا الكلام ده كله، ده كل ده بس ايه على يعني كان على الكمبيوتر. طبعت الكلام ده بال 3D برينتر. الحقيقه 3D برينتر اللي كانت موجوده ايامها معايا كانت امكانياتها متواضعه شويه، ولكن الشكل العام برضو حلو اهو، الشكل العام جميل قوي اهو. وحطيت جوه الكلام ده بوريه لكم، ده يمكن كان اول فكره عندي، ده كان في 2016 2017 اول تفكير ازاي اكستمايز التمبري كراون بتاعي عند الحته بتاعت السوفت تيشو. فحطيت حتى جوه ايه، جبت امبلانت بفالير ورحت حافر له ومدخله جوه علشان اعمل ايه؟ علشان اركب فيه الابطمنت. بصوا الابطمنت اهي، وبعدين هعمل ايه؟ هزود حوالين الابطمنت. ادي شايفين، ادي اهي، ادي الابطمنت، وشايفين الحته دي اللي هي ايه؟ اللي هي السيرفايكال بارت بتاع السنه اللي هو مدروس، اللي انا واخده من التيس لايبرري، واخد كذا تيس لايبرري واخدت منهم مقاسات وبتاع، ولغايه ما طلعت المقاسات اللي انا عايزها. اعمل ايه بعد كده؟ احط سيبريتنج ميديوم واحط فلو بالكومبوزيت. طلعت لي شكل حلو اهو، الشكل اللي انتم شايفينه قدامكم دي كانت اول كاستم ميد هيلينج ابارتمنت ايه في تاريخ الشغل عندي، ده على ابارتمنت عاديه. انت هنا عملت هيلينج ابارتمنت للابر سنترال بس مخصوص، عملت هيلينج ابارتمنت، ارجع كده للشكل اللي فات، انت تعمل هيلينج ابارتمنت لللفت ابر سنترال وغيرها والرايت ابر سنترال، اصل دي غير دي، تعمل هيلينج ابارتمنت للبريمولر لللاترال، تعمل هيلينج ابارتمنت للكناين، تعمل هيلينج ابارتمنت للبريمولر. فانت بتعمل هنا كاستم ميد هيلينج ابارتمنت بالفلو بالكومبوزيت وتخلصه وتفنشه وتحطه في بق العيان، وبعدين تروح بعد ما تخلص مهمته شيل الكومبوزيت والعيان اللي بعده another composite and another composite. يبقى انت هنا مش بتري يوز الهيلينج ابارتمنت، لانك انت بمنتهى البساطه انت بتستخدم كومبوزيت وبتشيل الكومبوزيت وخلصت القصه
على كده، وبتحط الكومبوزيت على نفس الاباتمنت اللي انت هتشتغل بيها للعيان بعد كده، فانت مفيش حاجه بتريوزها، بتستخدمها من عيان للتاني. لغايه الحقيقه ما في صديق ليا في امريكا، هو بريليانت الحقيقه، اتكلمت معاه وهو شاطر قوي في الشغل على برنامج اسمه بلاندر. قال لي بص انا هعمل لك حاجه، كان هو بيفكر الحقيقه في نفس الموضوع برضو، في نفس الفكره، وعمل حاجه لطيفه جدا اللي هي ان احنا طبعنا على برضو الشغل على 3 دي، طبعنا البلوك بالطريقه، عملنا بلوك بالطريقه دي. لو تاخدوا بالكم هي نفس اللي انا عملتها بالظبط، ولكن الفرق ان هو عملها لي محفوره من تحت، بحيث ايه، بحيث انك انت مش محتاج بقى ارجع كده صورتين ورا. انا هنا كنت حاطط ثواني كده، كنت حاطط هنا ايه، امبلانت قديم كده او انالوج، لكن لا هو هنا عمل لي ايه، هو عمل لي حفره على قد الهاكس بتاع كل امبلانت سيستم. شوف انت هنا كل امبلانت سيستم انا عندي القدره دلوقتي، اتعلمت منه الموضوع، فانا عندي قدره وات ايفر ايه الامبلانت سيستم، انا اقدر اظبطه بحيث انك تحط الاباتمنت تمسك بالهاكس على طول، ما انتش محتاج تمسكها من تحت مثلا بانالوج، تمسكها بحاجه، لا لا خالص، لانك انت كل ما تزود على نفسك فكره ان انت تمسك الاباتمنت من تحت بحاجه وانت بيبوظ معاك الشغل، لا هنا الاباتمنت بتحطها بتنزل فيت في الموضوع، وبعدين بعد كده بتحط حواليها ايه الفلو بالكومبوزيت، بتشكل بقى زي ما انت عايز. شوف انا ده دي بلوك كامله الانتيريور بوستيريور، دي مثلا بتاعت دي بتاعت بوستيريور بس. وبعدين اللذيذ برضو لما عملنا الموضوع ده على البلاندر، البلاندر اللي هو اسم السوفت وير، قدرت كمان انت تقدر تتحكم في شكل الامرجنس بروفايل، حاجه اسمها ديب باول، حاجه اسمها باول اور جلاس. اور جلاس ده جميل جدا، ده شبه ايه، شبه بالظبط الهيرنج اباتمنت بتاعت نوبل بايكير اللي قلت لكم عاملين ديزاين رائع، الحته دي حلوه جدا. فعن طريق السوفت وير ده انت تقدر تطبع البلوك اللي عن طريقها تعمل الكاستم ميد هيلينج اباتمنت بالطريقه اللي هوريها لكم. الفيديو ده اللي هوريه لكم، شوف بتحط اباتمنت جوه اهو، وتحط حواليها ايه الفلوبل كومبوزيت بتاعك. الفيديو اللي هوريه لكم ده هتلاقوه عندي على الشانل بتاعتي على اليوتيوب بتاريخ 21 اكتوبر 2018. ده كان بعد ما بدات اشتغل الحالات دي بكتير. انا بس بقول التاريخ ليه عشان اوري لكم ان فعلا الفكره دي كانت في مصر، يعني بفضل ربنا انا والتيم ورك اللي كانوا معايا احنا اول ناس اشتغلنا بيها في مصر، وبالصدفه انا رفعت الفيديو على اليوتيوب، فبقى اثبات للتاريخ بتاعه. يعني انا مش بحاول اقلد فكره حد خالص، هي فعلا كانت عندنا، بس يمكن انا اكتفيت بيها كشغل عندي في العياده، ولكن مؤخرا ناس كتير قوي طلبت مني عايزين من البلوكس دي، فعشان كده بدات اقول للناس خلاص انا عن طريق جمعيه هنعمل بلوكس دي ونبيعها للناس باسعار معقوله جدا. شوفوا الفيديو ازاي بحط الكومبوزيت وكده اهوت، كاستم ميد هيلينج اباتمنت. دي يمكن اللي هنشوف هنا مع بعض البلوك، دي البلوك القديمه، انا كان عندي 3 دي برينتر لسه مغيرها من قريب قوي، دي كانت يعني شكلها كده برينتنج مش قد كده، وبتحط سيبريتنج ميديوم، وبعدين تحط الاباتمنت بتاعتك وات ايفر اباتمنت وات ايفر تمبري اباتمنت، وتحط فلو بالكومبوزيت. ليه سيبريتنج ميديوم؟ عشان الكومبوزيت ما يمسكش في البلاستيك اللي حواليه. شوف فلو بالكومبوزيت اهو، شوف انت بتشكل بقى ايه بالظبط، بتشكل الفور، بتشكل الفايف، بتشكل الكناين، عايز تكملها وتعملها تمبري كراون كمل بالكومبوزيت خلاص، مفيش اي مشكله في الموضوع، وتعمل لها كيورينج، وادي شكل كاستم ميد هيلينج اباتمنت. الحقيقه انا لسه من قريبا جدا جبت هيلينج، جبت 3 دي برينتر ثانيه، ادتني بقى طبعا كواليتي احسن شويه في الطباعه، شايفين فرق البلوكس، ولسه هم صور فيديو تاني خليني اوريه لكم، اسمها كاستم ميد هيلينج اباتمنت بلوك او اناتوميك بروفايل جنريتور بلوك، هي برضو نفس الفكره. شايفين هنا الهاكس بتاع الاباتمنت، ودي الميزه يا جماعه في الموضوع، ان يمكن بس عايز ارجع ورا سنه في الفيديو واعمل بوز واوريكم حاجه، هي كاستم لكل سيستم، انا بعملها لاي سيستم. شوفوا الهاكس بتاع الاباتمنت، معنى كده ايه؟ معنى كده انا هوريكم اهو بالماجنيفاينج جلاس، هاكس يعني الاباتمنت هتنزل في مكانها فيت
ولا مش عايز اقول لكم قد ايه الموضوع ده تعبني. يعني انا طبعت، جبت 3 دي برينتر وجبت معاه نوع رزن اللي بيطبع، خلص النوع الرزن اللي بيطبع، فبعت الشركه قالوا لي النوع ده خلص، في نوع احسن منه، فجبت النوع الاحسن منه، هو فعلا احسن منه كفينش، ولكن مش عارف يطلع لي الدقه الفظيعه. انا بقالي يومين بشد في شعري على فكره، انا وهم ناس مدين الكاستمر سبورت رائع، انا بشكرهم يعني جدا، لان هم خلوا دكتور زميل النهارده قعد طول النهار في الشركه يجرب يطبع ويجرب بالرزنس لغايه لما لقى نوع تاني يعرف يديني الاكيرسي دي. اصل انت لو ما عندكش الابطمنت بتدخل فيت، خلاص بقى انت بتزاول نفسك، ان انت كل شويه بقى عايز تمسكها بحاجه من تحت وعماله تتحرك. لا لا، انت هنا بتحط الابطمنت زي ما هنكمل بقى ونشوف مع بعض في الفيديو. شوف هنا ايه برضو، ادي السيبريتنج ميديم بتاعنا. وبعدين هحط الاباتمنت، الاباتمنت طبعا بتعمل عليها بوند، برضو بتحط لها بوند عشان الكومبوزيت يمسك فيها. ويا سلام بقى لو عملت فيها شويه سكراتشز كده بالبير، وحضرتك هتحط فيه سؤال او اتاكد ازاي اني حاطط الاباتمنت صح. حضرتك هتركب الاباتمنت في البلوك زيها زي بالظبط وانت بتركبها في الامبلانت، شوف بتحس بالفريكشن، او شوف دخلت خلاص كده كل سنه وانت طيب، ماسكه في مكانها، انا مش محتاج امسكها باي حاجه. شويه فلو بالكومبوزيت محترم جميل، اعمل له انجكشن حواليها. ادي اهو الفلو بالكومبوزيت وكيورينج. وبعدين اهو شوفوا تعملها كيورينج باللايت كيور عادي جدا جدا، تظبط بقى الكومبوزيت، هتعمل له طبعا فينيشنج بعد كده وتحطه. ده طبعا دي بتاعت مولر، يعني الفتحه الكبيره دي ده كده عشان مولر، اعمل له بقى بعد كده كيورينج. بعد ما اخلص الكيورينج بتاعه جاست بشدها، طالما حاطط فلو بالكومبوزيت خلاص الموضوع بقى سهل، طالما حاطط اسف سيبريتنج ميديوم بقى الموضوع سهل، بتشدها او من تحت كده عند الهاكس بتسقها باي حاجه بتطلع معاك، موضوع ان انت تشدها من الكاست ده مفيش فيه اي مشكله خالص. فبشدها من مكانها وبقى عندي الكاستم ميد هيلينج اباتمنت. انت متخيل دي لما تتحط، طبعا بتتفنش يعني لسه عايز تتفنش بقى وتشيل شارب ادجز والحاجات دي وتحطها، فانت متخيل لما يبقى عندك كاستم ميد هيلينج اباتمنت مخصوصه لكل سنه، لل 6 لل 7 لل 5 لكل حاجه اهو. شوف كاستم ميد، خلصت الحاله، شيل الفلو بالكومبوزيت وحط واستخدم واستخدم الاباتمنت للعيان وخلصت، ما بتستخدمش انت تاني الكاستم ميد هيلينج اباتمنت دي، خلاص انت بتشيل الكومبوزيت، يبقى ما عندكش هيلينج اباتمنت ريوزابل. شوف هنا قبل وشوف كده السوفت تيشو والدنيا بتبقى حلوه ازاي. برضو انا كان عندي تفاصيل الكيس دي ما اعرفش ليه مش حاطط الحقيقه، انا عملت البرزنتيشن دي على عجاله، انا عندي الحاله دي بالتفاصيل، لو كنتوا حضر يعني انتوا اكيد حضرتوا معايا قبل كده وشفتوها. دكتور برضو في سؤال بيقول لي احدد ازاي البكل واللينجوال، لو اوري لك يا دكتور كده الصوره اهو يا دكتور، ادي بص اهو، ادي البكل وادي اللينجوال، ادي البكل وادي اللينجوال واضحه اهو، والهكس هيدخل جوه الهكس. هوريكم كده كيسز برضو، ده دكتور محمد خليفة واحد من التيم وورك اللي معانا، عمل الكيس دهيت، هو دلوقتي في السعودية ربنا يوفقه ان شاء الله، جاله العيان مش مبسوط من الشكل بتاع البريدج، فشال البريدج وقال له خلاص احنا هنعمل امبلانتس عشان يبقى فيه سيبريت تيس، ومش مشكلة الامبلانت قد ما احنا عمل اهو الانسيجن، وادي الكاستم ميد، هو بيستخدم هنا ايه كاستم ميد هيلينج اباتمنت اهو، وتلاقي بقى شكل السوفت تيشو بيتشكل بيبقى جميل قوي. كل ما تستنى على السوفت تيشو كل ما تبقى تذهل من الرياكشن الجميله قوي بتاعت السوفت تيشو. والفاينل تلاقيه عندك فاينل ريستوريشن حلو، المعمل عامل لك فاينل ريستوريشن حلو، وتلاقي كمان الشكل العام في الاخر يكون لطيف ويبقى البيشنت ساتيسفايد ومبتسمه ومبسوطه. هي طبعا محتاجه فينيرز وشويه شغل، لكن احنا بنتكلم على السوفت تيشو اللي تشكل، والمعمل ممكن كمان يعمل لنا شغل احلى من كده.
برضو حد من التيم وورك اللي معايا دكتور عبد الله ابراهيم كان برضو عمل الحاله دهيت عندي في العياد في المركز الجامعيه، وامبلانت بتركب وادي هيلينج اباتمنت، وبعد الهيلينج اباتمنت في بروتوكول كده معين انك انت بتحط هيلينج اباتمنت صغيره وبعدين وايدر هيلينج اباتمنت او الكاستم ميد هيلينج اباتمنت. اهو ادي الكاستم ميد هيلينج اباتمنت، وادي الشكل بتاعه، الشكل الجميل بتاع الايمرجنس بروفايل. ولو نشوف بعد كده ادي، شوف شوف السوفت تيشو قد ايه جميل حوالين الريستوريشن حاجه، وتستنى اكتر تاخد شكل احلى، كل ما تستنى تاخد شكل احلى. بصوا زمان اهو انا لقيت الصور اللي كنت بدور عليها. انا كنت زمان قبل الموضوع ده انا كنت بحط انا فلو بالكومبوزيت بايدي، بايدي اكوردنج تو ايه، من غير اكوردنج، انا شايف ان انا عايز ازود هنا حته، انقص هنا حته، كنت بعملها كده. ولكن لا، مش ده الصح. الصح ان احنا نستخدم الكاستم ميد هيلينج ابارتمنت بتاعتنا، هتدينا شكل احسن كتير جدا 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 من اللي احنا كنا متصورينه قبل كده. يعني لما تستخدم كاستم ميد البلوكس، غير انك انت تقعد تحط كده فلو بالكومبوزيت عشوائي، لا انا بستخدم البلوكس. انا ممكن برضو على فكره وقت الامبريشن برضو هتستخدم نفس البلوكس، يعني انت هتحط، اصل مين اللي هياخد لك الشكل الجميل ده بتاع الجينجفا؟ هتحط الهيلينج، هتحط الامبريشن بوست برضو في البلوك وتحط حواليه فلو بالكومبوزيت وتاخد الامبريشن بتاعك، تقوم لما تيجي تصب يطلع لك نفس الشكل الجميل بتاعك. واخيرا في فيديو هفرجكم عليه، دي برضو اخر اختراعاتي. دي برضو معايا دكتور محمد نوار. لما بتزنق شويه في 3 دي في الشغل اتقل شويه، هو اشطر مني الحقيقه. لما بتزنق ما اعرفش، انا بشتغل على حاجه اسمها مش ميكسر. مش ميكسر مش قوي قوي، هو ما شاء الله بيشتغل على الميمكس، برنامج اصعب. بتزنق بقول له محمد الحقني، فاديت له الفكره وهو نفذها لي. حلو قوي. الفكره في ايه؟ زي ما قلت لكم في سيستمز، سيستمز بت بت بيبقى معاها الهيلينج اباتمنتس جايه معاها. فازاي بس مثلا زي كان سيستم بي ان بي الايطالي، ازاي استغل الموضوع ده او استغل الهيلينج اباتمنت، لان هي كان حجمها صغير شويه، ازاي استغلها ان انا اوسعها شويه، لان زي ما بقول لكم عيبها انها كانت ضيقه. فكان الحقيقه دكتور باسم الفحل يعني دير كوليج الحقيقه، ودكتور عزيز على قلبي جدا، هو اخترع حاجه جميله. للاسف ما عنديش الصوره بتاعتها. الهيلينج اباتمنت دي جايه جوه بلاستيكه كده، ما بين الهيلينج اباتمنت والبلاستيكه في جاب صغير، فهو كان بيملى الجاب ده بفلو بالكومبوزيت. بس هو كان الموضوع ده ضيق صعب شويه، لان فلو بالكومبوزيت بيخش تحت اندر كات وكده. فانا فكرت في فكره ثانيه، قلت طب ما انا اعمل اعمل فتحات، يعني اعمل واحده اكبر من حجم الهيلينج اباتمنت بملي، واحده ثانيه اكبر من حجم الهيلينج اباتمنت اللي جايه مع السيستم ب 2 ملي، واحده اكبر ب 3 ملي. فانت كده السيستم اللي جايه معاه هيلينج اباتمنت لوحدها، انت تروح واخد هيلينج اباتمنت انت شايفها صغيره عايز تكبرها شويه، حطها هنا. عايز تكبرها اكتر حطها هنا، حط حواليها فلو بالكومبوزيت. عايز اكتر هنا وحواليها فلو بالكومبوزيت. تقول لي لا بس انا مش عايز شكل هيلينج اباتمنت سيلندريكال، انا عايزه تيبرت. حاضر يا سيدي، عملت لك برضو كانت فكرتي ان انا عملت لك الجزء اللي فوق اللي ورا، الثلاثه اللي ورا دول ما هماش سيلندريكال، عملتهم لك تيبرت بحيث انك انت تحط فلو بالكومبوزيت يطلع لك تيبرت. اتفرجوا على الفيديو ده. اهو ده دي البلوك اللي انا طبعتها، وادي برضو السيبريتنج ميديم بتاعتنا، ودي وهنشوف هنا الهيلينج اباتمنت بتاعت بي ان بي. هي رفيعه شويه جميله، بس ساعات بتبقى عايز تغير شكلها عشان بقى تبقى دايفرجنت بقى والكلام الحلو اللي انت عايزه ده. فادي الفلو، ادي السيبريتنج، مش سيبريتنج، ده كان السيبريتنج ميديم. وهنا بعمل برضو كان بوند حوالين الاباتمنت، حوالين البيك بتاع الهيلينج اباتمنت. هي هيلينج اباتمنت من ماتيريال اسمها بيك. نعمل كيورنج، شوفوا هي صغيره قوي، عايز تستخدمها صغيره اوكي، عايز تستخدمها اكبر اوكي. هيتحطت هنا، حط برضو الفلو بالكومبوزيت. بس هنا ادتني شكل ايه؟ ادتني شكل راوند، ما ادتنيش الشكل اللي هو التاني بتاع الاسنان اللي هو الشكل بقى اللي هو السيرفايكال بورشن بتاع السنه. بس انا هنا بدي لك كذا اوبشن. يعني في سؤال بتساله اتسالته هجاوب عليه بعد الفيديو، بس خليني اكمل الفيديو برضو. او شوفوا ادي فلو بالكومبوزيت اهو،
نشوف بقى والكيورينج اطلعها طبعا تطلع بمنتهى السهوله. هنشوف مع بعض كده اشوف شكلها. بصوا الابطمنت كليننج، ابطمنت البيك العاديه اتحولت لايه؟ بص هي كانت قد كده، بص بقى بالفلو بالكومبوزيت بقت شكلها ايه. عندي صوره ثانيه اجمل بس يعني ما لحقتش برضو احطها لكم. السؤال اللي انا بتساله هو ده اختراع مصري ولا تقليد مصري من اصل اجنبي؟ البلوك الاولى ثانيه واحده كده عايز اوريكم عشان اجابه السؤال ده تبقى واضحه جدا. الفكره الاولى اللي هي دي اختراع مصري عندي انا. المساعده اللي خدتها من صديقي اللي في امريكا هي فكر، هي هو اخد الفكره وريته الفكره فهو عدل وعمل الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، والشكل الاخير اللي هو لحظه واحده اللي هو ده، ده كانت زي ما حكيت لكم بالظبط، كان هي فكره دكتور باسم الفحل ان الهيلينج اباتمنت بتبقى جايه جوه كفر بلاستيك، فهو بيحط فلو بالكومبوزيت فهو محكوم بالكفر بلاستيك، وفي نفس الوقت فلو بالكومبوزيت كان بيدخل تحت في الهيلينج اباتمنت في حتت المفروض الحته دي الابطمنت بتبقى جوه الامبلانت فيها، فكنا بنضطر نشيل وكده. فانا دي كانت فكرتي ان انا اللي فكرت فروم اي تو زد واختراعي هذا البلوك اللي انتم شايفينه. اتمنى ان انا اكون وضحت الموضوع اللي ناس كتير كانت عماله تسالني عليه، لان كل شويه حد بيسالني على الموضوع يقول لي طب ازاي، طب فين، اهو انا شرحته لكم. الفيديو ده موجود على اليوتيوب شانل، انا بعمله يعني طالع دلوقتي في حاجتين على اليوتيوب وعلى الايجيبشن سوسايتي اوف اورال امبلانتولوجي، فالفيديو موجود على اليوتيوب شانل، اي حد يحب يشوف اللكتشر دي تاني وتالت ورابع موجوده اليوتيوب شانل باسمي، باسم احمد ايوب، احمد ايوب اي واي او يو بي. البلوكس دي اوريدي احنا في الجمعيه عندنا بدانا البرودكشن بتاعها، وانا بقول لكم بقالي 3 سنين بشتغل بيها بس ما فكرتش ابدا في ماس برودكشن، بس لما جبت 3 دي برينتر حديثه شويه ادتني كواليتي احلى للبلوك، وناس كتير كانت طلبت مني فبدانا الماس برودكشن بتاعتها. هي سعرها 500 جنيه، المفروض انها بتعيش معاك فتره طويله جدا قبل ما يبدا، المفروض انها مش هيحصل لها حاجه يعني، ما احنا بنشتغل بيها من زمان قوي ما بيحصلش فيها حاجه. موجوده عندنا في الجمعيه بس انا يعني تمبرري لمده 3 4 ايام على محل زي ما حكيت لكم كده عندي مشكله، كنت بشتغل بنوع رزن معين بطبع بيه فخلص، فالرزن الجديد اللي جبته الاكيرسي بتاعته مش زي الاولاني، فالبلوكس مش عجباني، انا عايز اطلع حاجه تبقى حاجه بيرفكت. فهم بصراحه الشركه مشكورين قاعدين طول النهار النهارده يجربوا لي، فجابوا لي هيجيبوا لي بكره حاجه ثانيه هجربها ان شاء الله، يمكن من ساتردي كده هنبدا تاني برودكشن وهتكون موجوده. اللي عايز يبعت لنا على البيج بتاع الجمعيه او يبعت لي بيرسونلي على الفيسبوك عندي. يا رب تكونوا استفدتوا وتكون يعني البرزنتيشن دي وضحت لكم الموضوع بالكامل هو بيمشي ازاي. انا هاخد اسئلتكم دلوقتي هشوف، انا اعتقد انا كنت بجاوب على الاسئله وانا بشرح يعني، بس انا هراجع برضو التاني على ما هو تقريبا مفيش اسئله تانيه. اوتوكلافبل ولا لا؟ الحقيقه احنا ما دخلناش اوتوكلاف لسه، البلوكس اللي قبل كده كانت بتدخل اوتوكلاف، بس الرزن ده بيستحمل درجات حراره عاليه، فهي اقدر اقول لك ان هي ممكن تكون اوتوكلافبل. هجاوب على السؤال ده، بس هي الفكره يا دكتور انت مش بتستخدمها من بق عيان للتاني، يعني انت حتى الكومبوزيت اللي انت بتستخدمه انت بتعمله فيها وبعدين تحطه في بق العيان، ما بترجعش تحطه فيها تاني، يعني عايمين ان هي ما فيش حاجه في بق عيان هترجع تتحط فيها، الحاجه بتتعمل فيها وبعدين بتخش في بق العيان. بس بما ان الرزن ده ما هواش هيت سنسيتيف ففي الحاله دي اي ثينك يو كان اوتوكلاف او تراي الموضوع ده بنفسي. هشوف برضو في اسئله ثانيه. ازاي استخدم الابطمنت تاني؟ عادي يا دكتور حضرتك هتشيل الكومبوزيت اللي موجود على الابطمنت وتستخدمها خلاص، انت وانس انك شلت الكومبوزيت انتهى الموضوع. دكتور اسامه لطفي تو بيس هيلينج سكروز، مش فاهم قوي ايه المطلوب بالسؤال، لكن هي دي هيلينج ابطمنت، دي ابطمنت عاديه جدا بستخدمها يعني، مش ما هياش هيلينج ابطمنت، هي تو بيس، هي ابطمنت عاديه، ابطمنت لوحدها وسكرو لوحده
وبتتركب معاه. في أسئلة كمان. كام يوم يبقى؟ أنا دكتور هاشم بيسأل كام يوم يبقى، فأنا مش فاهم بالظبط برضو كام يوم يبقى إيه الهيلينج أباتمنت. دكتور أحمد العبد بيقول الهيلينج أباتمنت بيجي مع الإمبلانت في بعض السيستم، إزاي أعرف البكال من لينجوال لو نظامها إن مفيش سكرو داخلي ونظامها بيكون ربط ذات الهيلينج؟ هي بالظبط يا دكتور، نرجع تاني للفيديو اللي فات ده. دكتور أحمد العبد، في الحالة دي بتستخدم البلوك اللي حضرتك شايفه في الفيديو ده. هنا بقى ما بقاش عندك بكال ولينجوال، لو انت عايز تستخدم لو انت عايز تستخدم الهيلينج اباتمنت اللي بتيجي مع السيستم عادي جدا، هتحطها هنا. هنا بقى ما بقاش عندك بكال ولينجوال، انت مش هتحولها، انت هتحولها بس من انها راوند صغيره لراوند كبيره، لا اكثر ولا اقل. دكتوره اميره، ايه الغلط انها تتحط وقت السيرجري؟ انا ما قلتش خالص يا دكتوره انها غلط، بالعكس انا دلوقتي بقى معظم شغلي بالطريقه دهيت. النتيجه هتبقى حلوه في اللثه بعد كام يوم عشان تعمل كولر؟ يوجوالي يا دكتوره فاطمه بنسيبها في الاستاتيك ريجن 3 اسابيع وفي النون استاتيك ريجن اسبوعين. دكتور احمد بيقول هل تحتاج فتح فلاب كبير؟ لا يا دكتور احمد خالص، تشتغل باي نوع من الامبلانت اكسبوجر تكنيكس، يعني لا ما فيش مشكله، ما تحتاجش فتح فلاب كبير. دكتور هاشم، كام يوم قبل الامبريشن؟ زي ما قلت لحضرتك اسبوعين في النون استاتيك و3 اسابيع في الستاتيك زون. سؤال تاني. دكتور طاهر الدروبي، شكرا كثيرا، محاضرة قيمة. طيب بفترة إعادة استخدام الدعامة ماذا نترك مكانها؟ بفترة إعادة استخدام الدعامة ماذا نترك مكانها؟ طيب أنا هقترح على حضرتك حاجة دكتور طاهر، خصص 2 3 4 5 اباتمنتس عند حضرتك، او تاي بيز او تمبري اباتمنتس، خصصهم للموضوع بتاع الكاستم ميد هيلينج اباتمنت ده، ووقت وانت يبقى كده حليت السؤال بتاع حضرتك او مشكله حضرتك. الدكتوره مها، امتى استخدم السيلندريكال وامتى استخدم تيبر؟ بصي يا دكتوره، السيلندريكال يعني بنستخدمه اكتر في بوستيريور، والتيبر بيبقى حلو في الانتيريور عشان يعمل لي شكل البابيلا. دكتور رامز، موجوده لكل السيستمز؟ ايوه يا دكتور، هو انا مش محتاج غير بس اباتمنت من السيستم وانا برسمها على اي برنامج 3 دي واحطها بعد كده على السوفت وير اللي عندي، او حتى باخد اللايبرري بتاعت الاكزوكاد بتاعت اي سيستم وبدخلها في السوفت وير ده على طول. في اسئله تانية؟ هل في اي اسئله؟ طيب يا دكاترة أشكركم بشدة، والله وحشتني المحاضرات اللايف. بجهز حاجة تانية، كنت اتسألت كتير قوي على موضوع الإميديت لودينج وزمان لما كنت بدي اللايف، فأنا بقى جاهز عندي الموضوع، بس أنا هعمله في صيغ حلوة. أنا الفترة يعني الكورونا استفدت، من ضمن الحاجات الواحد استفادها في الكورونا إن شفت ناس من تقال قوي بيدوا محاضرات إزاي، لقيت الناس بتحط كيسز ويبدأوا يدردشوا، فأنا مجهز دي، محتاج بس شوية وقت يعني ان شاء الله اركز 3-4 يعني اسبوع اكون مجهز كده لكتشر عن immediate loading in static zone، واحط لكم 5-6 كيسز ونبدا نتناقش فيهم واحكي لكم حكايتهم مشت ازاي بمنتهى السلاسه من اول ما جت الحاله لغايه لما بتمشي الحاله immediate loading background. حلو. المحاضره ممكن الدكتوره فاطمه بتقول لا ثواني كده عشان في اسئله قبلها. طيب دكتوره اميره، طب ما هو كده ينفع اعمل لكل عيان؟ لا يا دكتوره حضرتك مش محتاجه تعملي له كونترا لاترال سكان، تطبعي لها مخصوص، هي يعني مش لدرجه انك تطبعي بلوك لكل عيان، هو بلوك واحد هيبقى كافي قوي، يعني يبقى كافي لحضرتك لكل العيانين. دكتوره فاطمه، المحاضره هتبقى موجوده على اليوتيوب وهتبقى موجوده على السايت بتاع الجمعيه، مفيش مشكله خالص. دكتور حسام، حضرتك كنت بتعملها مانيوال لكن تاخد وقت كتير قوي. فعلا كانت تاخد وقت كتير، وبعدين مش برضو ما بتبقاش انت شايف، يعني ما بتبقاش شايف انت هنا محتاج اكتر، هنا محتاج فلو بالكومبوزيت اقل يعني، فطبعا بتسهل في الوقت. بقيت السؤال، لو الطبع 3 دي على رابر يكون افضل؟ والله يا دكتور هو ده انا جبت الرابر 3 دي، الرزن 3 دي الرابر، وهجرب عليها، بس انا لسه شوف انا كنت بشتغل بحاجه اسمها
اف دي ام برينتر وكنت محترف عليها. لسه بقى الريزن برينترز دي جديده عليها، فانا نويبي قوي فيها ولسه مبتدئ قوي. عندي الريزن وعايز اجرب، بس انا مطلوب مني كميه بلوكات كتير. اخلص البلوكات العاديه وابدا اجرب الريزن الرابر. بس هقول لحضرتك على حاجه، هي الناس بتتكلم على ريزن رابر او سيليكون علشان سهوله ان انا اطلع الهيلينج اباتمنت. اوكي، ما هو انت حضرتك لما تحط سبريتنج ميديوم الاباتمنت بتطلع معاك بمنتهى السهوله، مفيش اي مشكله خالص زي ما حضرتك شفت في الفيديو كده. الكومبوست هيستحمل البريشر بتاع السوفت تيشو؟ اه لا لا لا، عادي جدا يا دكتور، هيستحمل وهيزق وهيبقى زي الفل. هل ممكن تحط بعد ايميديت امبلانت في نفس الجلسه دكتور احمد عبد؟ طبعا، ده حلاوتها انك انت تحطها مع الايميديت امبلانت في نفس الجلسه، بتدي لك بقى نتائج تجنن، تبقى حلوه قوي. دكتور طاهر، ممكن تبعت لنا التصميم تطبعه عندنا في سوريا؟ والله يا دكتور هو بس يعني انا عندي حقوق ملكيه لهذا، يعني عارف حضرتك زي بالظبط المحاضره او البرزنتيشن بتاعتك او صور حالات حضرتك، ما ينفعش انك تديها لاي حد، لان انا تعبت قوي في الكلام ده ومعايا ناس اشتغلوا معايا في الموضوع ده، فيعني حقيقه هيبقى صعب شويه. لكن حضرتك اتواصل معايا كده وممكن نشوف حل ان انا اطبع بلوكس وابعتها لحضرتك باي طريقه نحل الموضوع يعني. lecture about treatment of peri-implantitis ان شاء الله باذن الله. حاضر، ده مشكله treatment of peri-implantitis. قريب قريب هعملها لكم برضو في صيغه كيس. عندي 3 4 كيسز كده كان فيهم بيري امبلانتايتس، عالجتهم، لما يخلصوا خالص هحطهم برضو وندردش مع بعض فيهم. يعني هبدا اعمل قريب موضوع اللكتشرز على كيسز ونعمل ديسكشن فيها ان شاء الله. شكرا لكم، وان شاء الله اشوفكم في لكتشر تانيه باذن الله. ولو حد عنده اي سؤال انا معاكم تحت امركم في اي وقت. شكرا لكم واشوفكم على خير ان شاء الله في لايف تاني باذن الله.